نصف قرن من الخبرة في إيجاد حلول شاملة مع بناء الرفاهية هو شعار مجمع شركات حصناوي، الذي يولي اهتماماً خاصاً بتدريب الاستراتيجية التي تعتمد على إعطاء أهمية للكفاءات الجزائرية. الأمر الذي أثمر عنه تأسيس معهد التكوين المهني تحت تسمية المنارة، والذي يشمل مختلف المجالات المهنية. عمل المجمع على الكثير من المشاريع السكنية، لا سيما المستشفيات والمصانع، على مستوى كل من ولايات سيدي بلعباس، وهران والبويرة. إنشاء مركزاً لمكافحة السرطان عام 2017، الواقع بسيدي بلعباس على الطريق الدائري للمدينة، بالقرب من المستشفى والقطب الجامعي، وهو يمتد على قطعة أرض مساحتها 62 مليون متر مربع، حيث بلغت مدة انتهاء هذه الأشغال ما يقارب 20 سنة. مشاريع أخرى استطاع مجمع شركات حصناوي إنشاؤها كتأهيل فندق الطهات بتمن راست بعدد 108 غرفة عام 2018، وفي مدة دامت نحو 24 عام. هذا وتم ترميم بلدية سيدي بلعباس في نفس العام وفي غضون 5 أشهر. المجمع الذي راهن على ترقية قطاع البناء وتطويره والارتقاء بالعمران في الجزائر، ليصل إلى مصافي البلدان الراقية، وليجني ثمرة الخبرة المكتسبة والتفاني في العمل والاحتكاك بالشركات الأجانب، مما جعل مجمع شركات حصناوي يعتبر عملاق البناء بلا منازع، تحت شعار من الحل الشامل إلى النجاح المتكامل.